لوكسمبروك كما كان يناديه رفقاؤه في الكفاح، المجاهد والشخصية الفذة عبد الحفيظ بوصوف، أحد القيادات الفاعلة قبل وأثناء الثورة التحريرية ومؤسس جهاز الاستخبارات الجزائرية. مسار نضالي حافل بالبطولات تناوله المشاركون في ندوة نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق إحياء للذكرى 43 لرحيل الرجل الرمز. سي المبروك هو من رجالات الجزائر المتدثرين بعقيدة النضال والكفاح الوطني، وهو الذي كان وراء التأسيس والبناء والتأطير لمصالح الاتصالات، هذا الجهاز العتيد الذي كان وراء الكثير من العمليات التي أحبطت بموجبها الدعاية المغرضة وأعمال كانت تريد بالثورة والثوار السوء. الندوة التي عرفت حضور مجاهدين وشخصيات فاعلة ممن عرفوا الرجل تناولت جوانب من دوره الفاصل والمحوري عبر مختلف مراحل الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطنية، وكذا مساهمته الفاعلة في مهمة تسليح الثورة إلى جانب التنسيق والاستطلاع العسكري ودعم جيش التحرير الوطني بالمعلومات السرية. كان في كل المحطات الكبرى، المحطات الكبرى وهي مع في اللوس المنظمة السرية، بعدها كان مع مجموعة 22 اللي علوا الحرب على فرنسا، كان في المحطة الثانية هي لو كونسي ناسيونال لا ريفولوسيون الجزائريان، يعني هو يعني اللجنة الوطنية للثورة الجزائرية كان هو فيها. قدم الكثير لإنجاح المعركة التاريخية والحيوية اللي سمحت للجزائر أن تستعيد حريتها واستقلالها، وهو طبعا معروف بأعماله بنشاطه وبمبادراته أيضا فيما يخص العمليات المتعلقة بعمل الاستخباراتي. اللقاء الذي عاد إلى مسيرة العقيد بوصوف نضالية كان فرصة لتكريم العديد من الشخصيات من رفقاء الرجل وقدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة إلى جانب المدراء العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية الذين حضروا لتخليد ذكرى الرجل، رجل شهد على كتابة إحدى أعظم صفحات الذاكرة الوطنية.